السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة غاوة حمام وزار. طبعا الفيديو اللي كلكم مستنيينه فيديو الفرخ، انتظرونا عشان بصوا فيديو بجد هيبقى ضرب نار وفيديو حلو بفيديوهات كتيرة قوي محدش الحمد لله عملها بفضل اللي هعملها وهعرضها لكم أول بأول. تمام، صبح على الناس يا محمد. بصوا يا جماعة، صلى على النبي، انزل اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. أي حد نسى حاجة في الفرخ، محتاج أي حاجة في الفرخ، أنا تحت أمرك. ده تحديق، تمام؟ التحديق ده زي ما أنتوا شايفين مش هقول لكم عليه إيه بقى مكوناته عشان باينة كل حاجة، تمام؟ دوت رمل بحر، ماشي؟ ده السر بتاعنا، عارفين؟ طب اللي عارف يكتب لي في كومنت، وليه هدية جامدة أو عندي؟ ديت نشارة خشب، فعندنا تحت ابيض جير مطفي، تمام، على طوب احمر، على رمل فحم، على صدف بحر، رمل البحر التحديق العادي، شيح، نشارة. معانا ايه؟ اربع حاجات. ايه سيد انت تعمل في الاربع حاجات؟ تعال اقولك. رقم واحد، الشيح اتحط في المحضن. ليه يا سيد الشيح هيتحط في المحضن؟ الشيح لما اجيب شوط شيح افرشهم في المحضن ما يجيب لي السوس، ما يجيبش سوس. طب والنشارة؟ النشارة بعد ما احط الشيح ارش رشة خفيفة كده، يبقى انا عملت طبقة تانية، تمام. طب الطبقة التالتة سيد؟ الطبقة التالتة تحديق اللي هو الناعم. طب الطبقة الرابعة ايه يا سيد؟ عم اقول لك الطبقة الرابعة اللي هي الاضافة بتاعت الحمام، اللي هو طوب احمر، صدف بحر، رمل فحم، كل حاجة افادة للحمام. طبعا الحمام هيحدق من ده، هيتفضل عنده تحديق خفيف، تفضل عنده الشيح، تفضل عنده النجارة. طبعا مش هياخد اي حاجة من دي، تمام. احنا عملنا ايه بقى يا جماعة؟ موقفين طبعا الذكورة، هتشوفوا الذكورة كرة، والله العظيم امبارح منضف لها، بصوا مخلي الحمام هنا مروق، لو وقت عليه شروندو ده ينزل خليه ايه تحت السكروطة. ابناء فحم، ده الفحم ده جديد صافي، الصافي ده جديد. تمام، الفرفور فحمي الباب ده جاي في حاجه كويسه وحاجه نظيفه، بس مش هعرضها في الفيديو الا لما الفيديو دوت يوصل 1000 مشترك، 1000 مشاهده قصدي، معلش قطقاطي القطقطة، الحاجات اللي تبص تخرم الدماغ. الطواير دي الطرة الفحمية الجديدة، دي الطرة الصيفية ان شاء الله. تمام، هنعمل احنا بقى انا ومحمد، هناخد القفاعة واروح قط الطواير، هجيب الطواير معانا حلس شتغلو. هنعمل ايه بقى؟ هنروح نجيب الطواير ونسكنها في المصطبة، ونيجي تاني بعد كده نفرش المحاضن ونتكلم شوية كلام مع بعض وندردش شوية مع بعض ونخش. طبعا في ناس ممكن تقول لي ايه، طبعا الحضان ده جديد، في ناس تقول لي الطوالج بتاعت الحضان، انا هلق الوزار مثلا النهاردة ايه؟ النهاردة الجمعة مبارك علينا عليكم اجمعين، تمام. بعد ما ادق الجمعه بعدها 3 ايام هقوم بلق الحضان. طب امتى؟ يوم الاحد او الاثنين ان شاء الله، يعني يوم الاحد بالليل او الاثنين الصبح ان شاء الله هبتدي ان انا الاقي الحضان. ليه بقى؟ الوزاره هيقعد مثلا من 5 ل 10 ايام، الحضان معاك من 5 ل 7 ايام. طبعا ايه بقى اللي انت برقم واحد تفتح كده يا محمد، اللي تكون عندك شيل الكيس ده محمد،
يكون عندك ايه بقى؟ يكون عندك حصى بلاستيك. ايه الحصى البلاستيك ده؟ عشان الوزار لما يحصي ما تاخدش الحصى بتاعه وتسيبه، بتحط له حصوتين يقعد 5 ايام وتقوم شايل الطيرة. الذكر هيقعد يومين وبعد كده هيزهق ويقوم. دخلت في 10 ايام تبتدي تلاقي تاني، راح اجيب الطواير ونرجع مع بعض تاني. احنا رجاله بعد ما جبنا الطواير اهيت من الاوضه بتاعتهم طبعا تعبونا قوي عشان كنا سايبين تمام، والذكوره ترصت كده ما عادش ناقص الا ان احنا نملى المحاضر. تمام، امسك بقى تليفون محمد، امسكه بالله عليك كويس، حط ايدك بقى تحت من كده. ايوه كده، معاك يا محمد، جيب بس حاجه نعدي بيها. تمام تمام كده حبيبي، انزل كده معايا، صل على النبي، اشترك في القناه، انزل كده يا محمد. اه كده نبدأ. ده يا جماعه ده الشيخ اهو، شيخ 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 اهو. قرب يا محمد، قرب، فرج الناس، انزل على المحضر فرج الناس، احنا بنعمل ايه؟ تمام الشيخ الكيلو يا دوب 28 جنيه مش فلوس. تمام ارجع يا محمد، خلصنا الشيح، نيجي بقى لايه؟ خشب النجاره، النجاره جميل قوي اهو. تمام انزل يا محمد، انزل، ما بكترش خشب عشان بيطير. يعني المكنف بياخد 4 محاضر اهو يا محمد. تمام يا جماعه، والله العظيم الحاجات دي قسما بالله ما حد بيعملها، والله العظيم ما حد بيعملها، انا بفضل اللي عملتها وجايبه معايا نتيجه كويسه، قلت اعرضها للناس، قلت اعرضها للناس. ادي التحديق الرمل اهو اهوت اهو، برضه المكلف على 4 محاضن عشان انت لسه تحط ايه؟ تحديق تاني. قرب محمد على المحضن كويس يا محمد، محمد شوف الادويه رايحه فين وروح معاها. شوف بص، روح مع ايديا، ايديا رايحه في اي حته تروح معاها عشان الناس تكون شايفه كل حاجه. انا معلش يا جماعه اياد مش موجود، اياد عارف التصوير، محمد لسه على قده. تمام بس واحده واحده هنعلمه. تمام ده التحديق اللي هو الرمل والكلام ده اللي انتوا عارفينه. ماشي هنفرق مع بعض وربنا يرزقنا ويرزقكم. طبعا النهارده مش فاكر والله 10 ولا 11، النهارده بتهيألي 11 11. انا فارخ متاخر عشان سايب الحمام براحته. تمام خلصنا، احنا بقى نعمل ايه؟ نسويه بايدينا كده، نسويه بايدك كده اهو. تمام اهو، لو حصوية زي دي تشيلها عشان لو الحمام حصة ممكن الحصوية تتكسر بسبب حصوة الطوباية الصغيرة دي. تمام يا جماعة اهو، نرجع كده، ارفع التليفون فوق محمد. هنعمل احنا بقى يا جماعة، هنجيب المحاضن هيت هندخلها الذكورة. طبعا الذكورة اول ما تدخل لها المحاضن هتلاقي الذكورة ابتدت ايه اللي هي تدخل المحاضن بتاعتها من الجنب ده، هتلاقي ان الذكورة تبتدي اللي هي تقعد وتحدى. في محاضن كبيرة هنا، صور، خش صور. تمام باين معاك الاطقاطي. تمام اهوت معانا الصافي. صافي فحمي
عادي كده طرطر فوق. بعد الطرطور شد ده كده. بعد الطرطور صافي برضه هنا. بعد كده اشرب ويندو بتاع هنا نصور. بعد ما تصورش الذكر ده ما تصورهوش، ابعد الكاميرا. الذكر ده مش هصوره يا جماعه الا لما اوصل الفيديو ده يوصل 1000 مشترك او يوصل 1000 مشاهده. تمام يا جماعه الذكر العابر. وبعد كده الذكر السكروت. طبعا الواحد اتبهدل. في ناس ممكن تقول لي يا جماعه يا سيد انت دلوقتي وانت بتفرخ ايه اللي هتعمله؟ إيه انت دلوقتي حاطط المحاضر وحاطط الدنيا هتعمل ايه؟ تعالى اقول لك هعمل ايه؟ في ناس ممكن برضو تتكلم تقول يا سيد انت دلوقتي، طب ما انت دلوقتي كنت بتدي برشام للحمام الطواير، انا مش فاكر اسم البرشام بس حاول ان انا اجيبه. ثبت ايدك يا محمد. البرشام ده اللي انا كنت بديه ربع للطيره قبل ما اديها للذكر. تمام، بس الطوائر مظبوطه. لو الطوائر مش مظبوطه بتضطر ان انت تدي كل طيره ربع في البق مباشر. ارجع ورا محمد، هنبتدي بالذكر دوت. نجيب النتايه بتاعته. النتايه بتاعته من ايه؟ تعال نشوف النتايه بتاعته. النتايه بتاعته اهي، دي النتايه بتاعته. تمام، تعالى كده بسم الله. بسم الله. صور صور. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الحمام اصلا زايد، الحمام اصلا كله ما شاء الله زايد. لما يا جماعه هنجيب الذكر ديت ما شاء الله. انت يا حلس اشربين ديت ما شاء الله تطلع الذكر ده. بسم الله برضه هيشتغل على طول عشان الحمام ده اصلا بصوا الذكر هيموت. تمام، ايه تاني معانا؟ الذكر الصافي التاني. الذكر الصافي التاني دي انتهيته على الباب اهي. انا عايز افرجكم ان ده عشان انتهيت. بسم الله ما شاء الله انتهيت كويسه قوي بس مظلومه. بس كده ان التليفون عشان بس لو النتايه دي مشكلتها اللي انا كل شويه لازم انضف لها. امسك التليفون كويس وركز في التصوير كويس. بصوا بتطلع ايه بعد الاكل عواجه. تمام، تعالى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت الذكر مش صور يا محمد. ترجع ورا سيكه بسيطه عشان ايه؟ ما يقلقش. تمام، ايه تاني؟ الذكر الصافي التاني. عايز نتايه الرضا بتاعته بس للاسف النتايه بتاعته مش فاكر هي في الاوضه جوه ولا النتايه بتاعته اللي ماتت، عشان في نتايه صافيه وقعت منه. بيتهيألي اللي وقعت منه دي ما علينا. نخش للذكر اللي بعدين. الذكر اللي بعدين هنجيب له نتايه بسحنا عشان انا ما عنديش طواير دلوقتي. جايب نتايه اهيت ما شاء الله، عين كويسه في سحنه كويسه. عم نجيب طواير. تعالى كده الذكر اهوت. نصور كده الذكر. خش كده. اللي بيمسك التليفون بيمسك التليفون عشان يصور للناس كده، ما بيصورش للناس سقف الشبكه. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، ارجع ورا. خش نجيب ايه تاني معانا؟ القطقاطي. انت القطقاطيه السودا اهيت ما شاء الله كويسه، باينه معاك كويس. ثبت التليفون كويس، ثبت التليفون بصبعك من تحت. تمام، تعالى. بسم الله. هياخدوا بقى على طول، حمام هيكسر بقى على طول. عايزين الفرخه مقطوعه. الفرخه ديت من فرخ الحاج عمرو اللبان. تمام،
حمام، في حمام يا جماعه هنزله، في حمام بنرجع تمام. تحت على لي اطلع فوق بسم الله. بص انا ما بحبش السكرتات، بس النتايه دي اللي عشقتني في السكرتات بجد. النتايه بسم الله ما شاء الله عليها. بصوا بصوا على عينيها ان شاء الله ربنا يبارك. ده الذكر بتاعها فوق هو بسم الله. بس انا بس كمل معلش تمام. معانا ايه تاني؟ نجيب بقى الترة الفحمية اللي هي الترة الجديدة. الترة الفحمية الجديدة الجديدة اللي احنا جايبينها ما شاء الله خشنة. هي خشنة شبه الذكرة ما شاء الله تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده الفحمية اللي هي العادية تمام. عم نجيب فحميات على كده بسم الله. هياخدوا بعض على طول الحمام ده هياخد بعض على طول تمام. معانا كده الفحميه بتاع الحاج عمرو الجلباني الثانيه. هي فيها خلع خفيف بس انتهيه كويسه، انتهيه معقوله تمام. عم نجيب طواهر كويسه بقى ونجيب حمام كويس بسم الله. الذكر هيشتغلها. صور انت للناس بالقص، صورهم كده صورهم كده، ما تخشش جوه وتطلع بره. بس صورتهم تبقى قفل الباب كده لسه في الطرق بتاعي. الذكر بتاع الحاج احمد عثمان مش عارف هي ديت ولا دي الترة التانية. لا دي الترة التانية. ايوه ما شاء الله. اهلا ذكر الحاج احمد عثمان. تعالى بسم الله اتفرج الناس عما اجوز القصر بسم الله. بس ارجع اروح تاني اللي ناقصنا ايه احنا بقى كده عن الفرقتين. لسه معانا طيره الطوير في اشرب بنادق وطيره خلليه. الطيره الخلليه هنديها للدكر بتاعها. اه هي الطيره دي ارجع ورا صور كده الحمام دوت. تعالى كده الطيره اهي ده الذكر بتاعها اهوت بسم الله. صور كده كده الحمام ما شاء الله يعني خلاص الذكوره هتموت. الذكوره زايفه على ديلها بجد. الذكوره ما عادش قادره خلاص تمام. معانا هنا ثلاث طواير قشر بنادق، ثلاث طواير هنطلع. اللهم صل على النبي طرف فوق تمام كده يا جماعه. طبعا كده وصلنا لاخر الفيديو تمام. انتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله وانا بفرخ فوق فيديو جامد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس برضه عشان الفيديو الجاي ما اطولش، كل اللي انتم شايفينه التحديق والكلام ده انا هفرشه في المحاضره، هفرشه في كل حاجه ونفرخ على طول. شوف فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.